الكاميرا. جاهزين لحفلة الرعب؟ ايوه. متأكدين؟ ايوه. اي هذا حق دراكولا. حق دراكولا يا ها. قبل ما تدخل الغرفة لازم انت تلبسوا كمان ملابس. جبت لكم ملابس تنكرية. الحين راح تشوفوا ملابس الاطفال لاول مرة. حتى لبسنا جاد شوفوا. وهذه تولع في الظلام. اوه يبتسم؟ يمكن اول مرة يبتسم. انا ما اخاف من احد. جرب نعطي هذا الجاد؟ ما يبغى يحطه في فمه. اول شيء حنجرب الجرس من السنة اللي فاتت، ما ادري اذا يوسف يتذكره. يوسف اضغط هنا. يقول نسيت. ايش رايكم؟ كده انت بتدخله مكتوب هنا لا تدخله. انا خايفه شويه. خايفه شويه؟ لازم تخافي لانه حيخوف جوا صدقيني. طالعوا في الباب. واحد. مره خافوا والله. خافوا صح؟ مره خافوا. يلا اطفال ادخلوا الغرفه. او ماي جاد كسرت الجرس. الأجراس كسرتيها. حناخد جولة للغرفة ها. وش أشوف وراكم؟ في هذا الشخص بيطلع مكتوب ساعدوني. من فين طالع هذا البنت؟ تخوف صح؟ تحذير ارجعوا. تعالوا شوفوا هذا الشخص هنا في السجن. لما حد يمشي قدامه يتحرك. حركوا. رجعوا. اعطيني يدك يوسف. خوفتك ثلاث مرات الى الان؟ هذا مره يخوف يا بابا. ايوه من جد يخوف صح؟ اوه ماي جاد. خوف ها؟ مرة خاف. هذه طاولة الأنشطة. مين يبغى خفاش؟ أنا 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 أنا. فوما؟ واو. وأنت عندك عنكبوت ها؟ شفتوا هذه الجمجمة؟ إذا نظرت في عيونه راح تنام أسبوع. ها؟ لا. إيش الشبح هذا يسوي؟ ما أعرف. أوه. أنتوا بتفقعوها؟ أيوه. ما أدري إذا فيها أشياء جوا. يا. أوه. تعرف إيش هذه الأشياء؟ لا. هذه أظافير. لكن تنور في الظلام لما تكسروها. شوف الاظافير كيف تلمع في الظلام. خلينا نطفي النور ونشوف. واو رهيب. هذا راح تلمع يمكن 24 ساعة. حاخذ عينك. اه اخذت عينه. اللي مميزه انها تولع. ما انت تستخدم الاظافير لحق ظهرها. انا سأقول اقدر اخلي هذه العين تختفي. ورينا. ايوه ايش صار؟ اوه اختفى؟ مو جوا هنا؟ مو جوا هنا؟ شوف الجماجم هذه. هذا حق ايش؟ حق موسيقى. يوسف خايف شوية. خوف؟ مرة خوف يقولوا. بيناظروا في هذا الصور شكلها طبيعية من هنا، لكن لما تحركوا شوفوا يتغير. اوه عادي يخوف. يقول حتى الصور هذه شوفوا. قفلت الخفاشات.
واو كل شو هذا يشتغل يخوفهم. جمجمة يوسف حط هذا واحد ثاني لبسوا هذه على رؤوسهم. فكينا زحلقة حتى نحطها هنا في الركن. Money, spicy! Spicy! Everything for you! Money, spicy! تتذكروا هذه يا أطفال؟ شافوا هذا الشيء. استنى ليبا بيبي يزحف. شوف شكله مره يخوف. فجاه طلع له من تحت هناك. خوفك كثير صح؟ سامعين صوت غريب؟ ايوه. افتحوا الستاره. هذا كان يدق برا. هنا مكتوب بيت مسكون. تتوقع بيت انا مسكون؟ لا. تذكر لما مقلبتكم بهذا الهيكل العظمي؟ ايمان انت خفت كثير، تذكري؟ هنا مكتوب تحذير. وهذا الهيكل العظمي وهذا الشمع على شكل جماجم، شايفين؟ مرة ساحت راحت على خشب. انا شاف حلو للحين. لازم تحاولوا تحطوا الفم على الهيكل العظمي. جاهزين؟ بدون ما تشوفوا طبعا. شوف في العشر مرات. روح قدام. افتح عيونك. حطيت الفم هنا. دور يوسف. حاول يبش. يلا يوسف. Stop looking up, you're trying to see. ها حط الفم هناك. لا ما عندك شيء غلط. دور على هس. 6 7 8. حطوا هنا جنب حق ايمان. ما حد حطوا جنب الفم. يوسف اقرب واحد، يعني يوسف فاز. جاهزين تاكله؟ ايوه. شوف الحلويات على شكل حنش وعنكبوت وخفاش وهذا ما ادري ايش شبح. شوف انه في كوكي بسه، شوكولاتات على شكل عيون، في تابوت، حلويات مصاص، تذكروا هذا من السنة اللي فاتت؟ مين يبغى مخ؟ لا اي انس لا تسحب اصبعي، اي اوه سحبت اصبعي لا تاكله. اوه شالوا كل اصابعي شوفوا. مين يبغى الثعبان؟ انا. كلهم يبغوا الثعبان. بياكل راس الثعبان. اوه ابغى اجرب الثعبان. فيلي جود. كيف؟ شوف هذه الشوكولاتات. في شيء مميز جوة هذه الشوكولاتة. ايش؟ تبي تشوفه؟ هنكسر الجمجمة. في مخ جوا، شايفين؟ في مخ جوة الجمجمة. استمتعتوا بالحفلة؟ إيمان قبل شوية تقول لي بابا حجي لك كابوس الليلة، خايفة من جد؟ لا تخافي هو، لا تخافي. حطيت العروسة تحت سرير إيمان. زبط المقلب صح؟ والله مو تمثيل. سمعتك صحتي من تحت سامعك. اوه ماي جاد خفتي كثير؟ ايوه. Come in, get in bed because I want to give you a massage. Keep growing me and I grow.